لم يعد الجسد يمر من هنا، ولكن نقشت في هذا الممر قصائد حب لم يغنيها، لم يقرأها أيضاً، ربما يشعر بها، فما زالت سيرة حليم هنا تعيش. أنا لك على طول خليك لي. الإضاءة هادئة كما أحبها، ألوان البيت، قطع الأثاث التي انتقاها بعناية، الصور في أماكنها التي حددها، غرفته التي ما إن تمسك بمقبضها يقشعر جسدك، وكأن حليم ينتظرك بالداخل. ستة وأربعون عاماً من الرحيل لم تغير تفاصيل مملكة العندليب التي وضع قوانينها بنفسه. بصي، هو الحقيقة يعني الجهد ده بدأته الحاج علي الله يرحمها وحماتي ووالدة مراتي، وكملته زوجتي زينب بالجهد ده كله. يعني الحقيقة أنا لا يعني ما أقولش أنا ليا أي يعني دور في هذا الموضوع غير أن أنا دور مساند، لكن هي اللي كانت بتعمل كل حاجة الحقيقة. أثر رأسه على السرير، مصحفه بحالته التي تركه عليها، هاتفه، آلاته، خزانة ملابسه التي تحفظ أطقماً شهدت على روائع لا تنسى، بينها أكثر من 60 أغنية وطنية وحفلات غير محدودة لصالح المجهود الحربي، وكأنه استحق من القدر أن تطول ذكراه عن عمره. عبد الحليم حالة فنية كبيرة، عبد الحليم قد مرحلة، غنى للوطن، غنى للنكسة، غنى للانتصار، غنى لبناء السد العالي، غنى لوحدة مصر وسوريا. قدرة ومية وشمس عافية. لطالما أطل حليم من هذه النافذة قبل أن يتبقى الأثر هنا ويرحل الجسد إلى هناك، حيث صورة أخرى من الوفاء للعندليب. 46 عاماً لم يخلو مدفن عبد الحليم من محبين توارثوا مسؤولية إحياء ذكراه على مر السنين. تفر صورها رفقة العندليب بفخر شديد، وكأنها كل سيرتها الذاتية. هانم التي كانت تعمل مساعدة بمنزل العندليب، عشت معهم 7 سنين في الجنة، هو وإخواته وأهله يعني كلهم في البيت. بقول لحضرتك من أحلى سنين، حتى اللي بيسألني عندي كم سنة دلوقتي، أقول لهم 19 سنة. لا تتعجب أبداً إن خرج من بين هؤلاء المصريين عاشق أمريكي دفعته قارئة الفنجان لتعلم العربية. لما ابتديت في دراسة اللغة العربية كنت بسمع عبد الحليم على طول، الأغاني الطويلة يعني، قارئة الفنجان والحاجات دي، فكان نفسي أفهم يعني هو بيقول إيه. أما تلك التي تتبادل أطراف الحديث مع جدها تسجل حضور جيلها الصغير جداً في صفوف المعجبين بالعندليب الأسمر. بحب عبد الحليم، يعني هو شخصية عظيمة جداً، وكمان كأكتر في الوطن العربي والشرق الأوسط الناس بتحبه، اللي هو كان بيغني بقلبه وبإحساسه. صدق أن الحضور هنا يوثقون وفاءهم للعندليب بقصاصات رتبوها بحب وكلمات للذكرى لن يراها، لكنهم يثقون بأن روحه تشعر وتألف وجودهم في مشهد يؤكد أن العندليب في ذكرى رحيله جسد يرقد وسيرة لا تموت. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز.